ما قلب شاعر بعز وأمان رسم بالمودة جميل الوصوف، وهذه مثايل بهالوقت زان كما نظم درا في شدو الحروف. سعيد بن هلال، شاعرنا اليوم هو الشاعر سعيد بن محمد بن هلال الظاهري، شاعر معروف، شاعر ابتدع أبيات أصبحت أمثال شعبية في الإمارات منذ ما يزيد على النصف قرن. هذا الشاعر كانت له من القصائد ما استخدمها ما يسمون الحضار أو القياضة في رحلات المقيض. الشاعر ولد سنة 1918 في منطقة الجيمي بمدينة العين، وهذا العام هو نفس العام الذي ولد فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الإمارات العربية المتحدة. لذلك لا يغيب تاريخ مولد الشاعر سعيد بن هلال. اشتهر بن هلال بهذا اللقب بن هلال أو سعيد بن هلال لأنه يشبه اسم الوجيه الشيخ أحمد بن محمد بن هلال الظاهري الذي كان والياً على العين في فترة 1855 إلى 1919، وكان الوجيه الشيخ أحمد بن هلال صاحب حكمة وصاحب رأي سديد، وكان معروف في عموم الإمارات من أبوظبي إلى رأس الخيمة، وهناك كثير من الأمثال الشعبية التي تتحدث عن الشيخ أحمد بن هلال. من الأمثال الشعبية المهمة اللي ارتبطت بالشيخ أحمد بن محمد بن هلال الظاهري اللي هو يعتبر بمثابة عم الشاعر سعيد بن هلال، يقول المثل: بن هلال في الرجال مثل جبل حفيت في الجبال. دليل على مكانة وقوة هذا الرجل اللي هو أحمد بن محمد بن هلال بين الناس، وتلك السمعة والمكانة الطيبة له عند عموم الناس. مسموح راعي الغوص والكدادي ما دام فيها بن هلال يسادي. هذه تغرودة أيضا كانت مشهورة على الشيخ أحمد بن محمد بن هلال اللي هو قلنا بمثابة عم الشاعر سعيد بن هلال. كانت الناس تتباشر بهذا الرجل، تتباشر بأنه يحل المعضلات والمكان الذي يحل فيه يحل فيه الخير. لذلك شاعرنا سعيد بن هلال نهل من ذلك المعين وتربى على تلك الأخلاق، وتوج كثير من إبداعاته الشعرية بحكمة العم الشيخ أحمد بن محمد بن هلال الظاهري. من جميل ما قاله الشاعر سعيد بن هلال أبيات جميلة يقول فيها: ألعي شرى ما تلعي العيس على ولدها وانعقاره، أنا مجيم برض الخريس ولا لي جدا مسكة تجارة، أطروك أطروك لأنك تباجيس في لنج ولا في وشارة، عليك حطينا جواسيس تجذب إذاعات اختباره، والم على كمباره وقيس والسلك لا تخلف مساره، اليوم فروا قفله بحيس يلي على باب المنارة. قصيدة جميلة ذكر فيها مناطق في الإمارات الآن بدينا نعرفها، مثل يبلجيس. يبلجيس الناس الآن بدأت تعرف هذا اليبل العالي اللي دائما يعني يطيح عليه الثلج وغيره. الشاعر ذاكرنا من أكثر من نص قرن أو أكثر. أيضا ذكر أشياء لها علاقة بالتراث البحري، يقول يعني يقول أطروك لأنك تباجيس في لنش ولا في وشارة. اللنش احنا نعرف اللنش اللي هو
المركب اللي تكون فيه مكينة، أما الوشارة يعني المركب حديث الصنع اللي ينصنع، يقول هذا عندنا وشار أو وشار جديد يقولون. هذه القصيدة فيها كثير من الملامح الثقافية اللي كانت عند الشاعر سعيد بن هلال، واللي تبين أيضا لماذا اشتهرت قصايده. قصايده اشتهرت لأنها خفيفة، ولأنها أيضا فيها كثير من الغنى في جانب المعلومات، وجانب أيضا التقاء ذلك البدوي وذلك الحضري ابن المناطق الزراعية وذلك الساحلي ابن الساحل. هو يجمع في شخصيته شخصيات أهل الإمارات مجتمعة كلها. في لقائي بكثير من الرواة سواء من أهل الشارجة أو من أهل دبي أو من أهل العيمان، دائما تتكرر قصائد بعينها ويقولون هذه قصائد المقيض، وهذه يوم نسير لحضارة قبل، ولا يعرفون قائل هذه القصائد. وقائل هذه القصائد هو سعيد بن هلال، لكن الناس حفظت القصائد لأنها تعبر عن المشهد، مشهد رحلة الصيف اللي يرحلونها أهل الإمارات. في قصيدة مشهورة جدا يقول فيها شاعرنا: يا الراعبي في نايف العود تلعي طرب وتعدل أصوات، وتبغي الثناء مع كل مشهود فرحان بوصول الشريات. يا سعد يا سعد من شله على ذود صفرة لها ملهين بنات، نروح أوبه وانته تقود من الدجر تضرب كيفات، فوق المطارح دوشة قنعود حرير ومضرب بفاقات، تحظى المدالي بنن وعود ويخبز ويسوي القيمات، هب من عسر هذاك من يود محلاك يا وطر الشراغات. هذه تكاد تكون من أشهر قصائد رحلات المقيض، ويذكر غالبية الرواة الذين اجتمعت بهم بأن أكثر من شري في أكثر من جافلة يكررون هذه القصيدة، لأن الأجواء اللي في القصيدة يعني يذكر المطارح والدواشق والقهوة والقيمات وغيرها، هذه اللي يعني الأجواء اللي كانت تصير في المقيض. مثل ما قلنا كثير من الأبيات اللي أبدعها الشاعر سعيد بن هلال أصبحت أمثال شعبية، أحياناً شطر وأحياناً بيت وأحياناً بيتين يمثلون تراث الأمثال أو تراث الأمثال اللي أبدعه الشاعر سعيد بن هلال. في عندنا مثل شعبي جميل قاله في قصيدة جميلة، هي القصيدة اللي اخترناها لكم تكون عروس قصائد سعيد بن هلال. القصيدة عنوانها كتب الوصل: كتب الوصل، كتب الوصل وتباعد الناي، أقفى الخليل وخله يشوف بوغيث كيف الشور والراي، ودي جداهم مرة هنلوف، صوب خويك بم زلاي وقت الضحى وربوعه وقوف، من بو خدود كنهن عاي، راعي الكواشي ليله تنوف يكل قماش اللي منقاي، يا دانة الشحي بالوصوف ريجه نبات نحط في ماي، كالثلج وسطه صار مديوف تغزر عيوني في المغطاي، وتعاف شي دوم مكشوف بسري ولو حافي ومشاي، أبدى الغضي عن كل مصروف تمت ويسعدني يا مضناي، أرضاك يا مخضوب الكفوف. من أشهر الأمثال الشعبية اللي في الإمارات ويستخدمونه في بعض دول الخليج هو بيت شعر ورد فيها القصيدة اللي يقول: تغزر عيوني في المغطاي وتعاف شي دوم مكشوف. يقال المثل بهذا السياق الذي ورد في القصيدة، وهي مثل ما قلنا قصيدة قديمة لكنها خفيفة وجميلة أيضا. في السبعينيات تابع الناس
مسلسل اسمه فارس ونجود، ومن ضمن الناس اللي تابعوا هذا المسلسل الشاعر سعيد بن هلال. تأثر الشاعر بالمسلسل وأراد أن يعاد المسلسل، حتى مثل ما يقول يعني في قصيدته أنه يستفيد من عبرة المسلسل ويستفيد من حتى أخطاء فارس وينجود وغيرها من الأمور. فهذه القصيدة تؤرخ لهذا المسلسل، تؤرخ لتأثر الناس بالبث التلفزيوني والإعلامي في مطلع السبعينيات وبداية أو قبل بداية الاتحاد ثم بداية الاتحاد وغيرها، حيث كانت الحياة تقليدية والتأثر بهذا الجهاز الإعلامي الخطير كان تأثر فيه انعكاس من باب الأدب الشعبي أو باب الشعر كما سنسمع في هذه القصيدة. يقول شاعرنا: يا ناس يلي للقصص مروين، نرجو المسلسل لجلنا يعاد، شكرا لكم ونكون راضين، ننظر إلى الماضي ونزداد، ونتبع سلوك الأوليين، ونعرف كيف تكون بحياد، لي بالهوى يا ناس مغفين، تبعوا طريق غير معتاد، يا كم حاول فيه شدهين، يبغي نجود تحب شداد، واخر تأمر حبس الاثنين، ولكن يا الاحساف ما فاد، الحب معهم له قوانين، واخذت من اللابه والاجداد، متباع بميات وملايين، ولا سلموها حق الاولاد، يا غير حق المستحقين، ذروة نشامة عد وفراد، صلوا على سيد النبيين، ليفضل المولى على العباد، اللهم صلي وسلم عليه. هذه قصيدة من القصائد اللي توثق أيضا لبدايات العلاقة مع الإعلام المرئي، ونقصد فيها بالضبط التلفزيون. كان الشاعر سعيد بن هلال موثق جيد للحالة الاجتماعية وموثق جيد للبيئة الاجتماعية التي يحياها الناس، لذلك ارتبط اسمه دائما بالمقيض. له قصيدة جميلة يتكلم عن سدره ويتكلم عن ما كان يدور تحت هذه السدرة. نحن نعرف أن كثير من الأشجار الكبيرة مثل الرولة والسدرة والغافة في بعض الأماكن الاستراتيجية في كل منطقة من مناطق الإمارات تكون وكأنها مركز للترفيه أو كأنها المتنزه الوطني في تلك الفترة التاريخية. يتكلم عن هذه السدرة اللي سماها سدرة الحوش، ويقول شاعرنا سعيد بن هلال: مريت ويلا سدرة الحوش، قصور من الخفرات تشكي، لو العرب في ظل يتغوش، واليوم ما في ظل يهزي، ما يصير زي بغير شابوش، فيه البنات بصوت تلعي، يا ما سرى لي لابس الكوش، دجران لي بالكيف يمشي، وياه لين يأذن الموش، نقضي طرب واشغال ما شي، لينا يشني في الهوى نوش، هو هكذا بحالي مسوي، لي ما يباله دل وطروش، معدوم لي من يوره يي، بصاحب ما هو بمرعوش، ولكن ظهر كشات للغي. قصيدة جميلة يتحسف فيها الشاعر سعيد بن هلال على تلك السدرة التي تشكي الآن من قلة الواردين، قلة الناس اللي تيول تحتها. تقول السدرة إن كان تحت ظلها البنات يلعبن وغيرها ويغنن، والآن هذا الشيء انتهى. يتكلم في القصيدة عن لابس الكوش، والكوش هو مداس مشهور كان يلبسن البنات عليه شيء من الريش في أعلاه، وكانوا أكثر يقولون أن هذا لبس العروس أو لبس البنت، بنت الأغنية بالذات. بهذا التطواف الجميل مع شاعر جميل هو الشاعر سعيد بن هلال نختتم حلقتنا اليوم، ونستودعكم الله، وإلى أن نلتقي
مع شاعر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.